لكن رجعت من طرابزون على النادي الاهلي، واول موقف ليه كان مع جوزيه، كنتوا فين؟ كنا في معسكر في المانيا. في المانيا يمكن بدانا هو جميل في المعسكرات احنا بدانا هنا ثلاث اربع ايام وبعد كده سافرنا المعسكر في المانيا. فهو استناكم هناك ما يجيش هنا. فهو استنى هناك. فاول مقابله ما بيننا يعني انا بقول لك يعني هو قال لي انا وانا اللي اخترتك وانا اللي جايبك. فانا ببساطه حتى بدا يهزر معايا كنا قبلها ان احنا لا ان احنا ان هو يعني بيكسب الاسماعيلي على طول. فانا قلت له بس انا حضرت ماتشين برضه ومش عارف. قال لي دي بدايه كويسه بالنسبه دي بدايه يعني مش هتلعب تاني. دي بدايه كويسه. فلا يعني بص اللي فرق معايا برضه يا اسلام بكل امانه ان مجموعه اللعيبه اللي كانت موجوده في الوقت ده لان انا كنت حاسس ان انا مش غريب عليهم. يعني اللعيبه هي سواء المنتخب او المنتخب او لعبنا مع بعض في الاسماعيلي في المنتخبات الاصغر كمان. فانا كنت حاسس ان انا داخل النادي مش غريب مش صفقه انتقال نادي من نادي. فدي يعني وفرت لي كتير. يمكن بدايتي مع النادي الاهلي ما كانتش كويسه الى حد ما، انما بعد ثلاث او اربع شهور الموضوع فرق بشكل كبير. يعني ايه اللي حصل؟ انت بتقول لي ان اللاعبين كلهم كانوا موجودين ومعظمهم طبعا كلنا عارفين واحد واحد بالاسم يعني، ولكن كل الجيل اللي كان متواجد ساعد سيد معوض ان هو يبقى يخش في الفرقه ويبتدي معاهم في المنتخب. كل الناس اللي كانت موجوده، بس انا يعني في ناس كده كانت قريبه منك في المنتخب عامه. يعني انا وائل جمعه، ابو تريكه طبعا، بركات من ايام الاسماعيلي، فشادي في الفتره بتاع المنتخب، انما لعيبه كتيره جدا كانت موجوده في النادي في الوقت ده. لا كلهم صحابي، وانا لما دخلت على الفرقه حسيت ان انا في النادي بتاعي، يعني ان انا مش راجل لسه جاي انسجم او جاي اخد وقت.